طالبت روابط وجمعيات ومنظمات تعنى بقضايا المعتقلين السوريين، طالبت بإيجاد آلية دولية لمواجهة أزمة الاعتقال والاختفاء القسري في سوريا، وشددت على الحاجة الماسة إلى هذه الآلية نظرا لما وصفته بالإخفاق في إحراز أي نتائج، على الرغم من الجهود المبذولة منذ وقت طويل على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي بشأن الكشف عن مصير المعتقلين ومعرفة أماكن احتجازهم وضمان الإفراج عنهم ومحاسبة الأطراف المسؤولة وفي مقدمتهم نظام الأسد. نتابع التقرير ثم نعود للنقاش. الله يرحم المستشار ويرجع كل واحد. أين هم؟ ما مصيرهم؟ نطالب بهم واحدا واحدا، لا تخذلوهم. صرخات سورية لم تنقطع منذ أكثر من 10 سنوات حين ابتلعت الحرب السورية بأطرافها وقواها المسيطرة، لا سيما تلك السجون المعروفة بأنها أم التعذيب وأبوه بل وعائلته، سجون نظام الأسد ابتلعت 100,000 السوريين بين معتقل ومختف ومقتول لا أثر حتى لرفاته. يعود ملف المعتقلين ليفتح، وهو الذي لم يغلق يوما، إلا أنه قد تحول إلى ظروف أوجدها النظام الذي يبتز ذوي المغيبين إلى حالات بحث فردية تاهت بين السماسرة والشخصية الأمنية ومراسيم العفو المزعومة للوصول إلى أي معلومة تخبرهم عن مفقودهم. لكن الجهود اليوم تتعاظم وتتوحد من أجل إيجاد آلية مستقلة تتصدى لأزمة الاعتقال والاختفاء القسري في سوريا. الجهود هذه أثمرت عن ورقة أصدرتها جمعيات وروابط تعنى بملف المعتقلين في سوريا، وتشمل رابطة عائلات قيصر وعائلات من أجل الحرية وتحالف عائلات المختطفين لدى تنظيم الدولة إلى جانب مبادرة تعافي، كذلك رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا ورابطة تآزر للضحايا ومنظمة حررني، وأيضا رابطة معتقلي عدرا والاتحاد العام للمعتقلين والمعتقلات وعائلات للحقيقة والعدالة. الجهات طالبت بإنشاء آلية دولية إنسانية خاصة تعمل على الكشف عن مصير الأشخاص الذين أخفوا قسرا في سوريا ومعرفة أماكن احتجاز الذين ما زالوا على قيد الحياة وضمان الإفراج عنهم، بالإضافة إلى تحديد مواقع دفن الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب والتعرف إلى رفاتهم وتسليمها إلى ذويهم، مشددة على اتخاذ هذه الخطوات بالتوازي مع محاسبة الجنات. وأضافت ورقة العمل أنها اعتمدت للكشف عن مصير المختفين على خطط واستراتيجيات تتضمن إجراء مسح وتحديد للمواقع المعروفة والمحتملة كأماكن احتجاز مستخدمة من قبل جميع أطراف النزاع، والعثور على المواقع والخرائط وصور الأقمار الصناعية وأماكن الدفن الفردي والجماعي المعروفة وغير المعترف بها، وجمع البيانات والأدلة والشهادات وتحليلها، مشيرة إلى أن قضية المعتقلين واحدة من أشد التحديات استعصاءً على الحل في سوريا، وهي واحدة من المكونات الجوهرية لنظام القمع والترهيب الذي يفرضه الأسد على السوريين. وينضم إلينا مروان العش، أمين سر مجلس المعتقلين والمعتقلات من بريمن الألمانية. مرحبا بك سيد مروان. لو نتكلم عن الجمعيات والروابط والمنظمات التي تقوم بهذا العمل، من هي؟ مساء الخير للجميع بتلفزيون سوريا والمشاهدين، سادة المشاهدين. قضية الاعتقال أهم ومفصل في الثورة السورية وفي القضية السورية عموما. طبعا كل العائلة السورية معنية بهذا الكلام، البحث عن المعتقلين والمفقودين والمختفين والمختطفين. 9 جمعيات شاركت بإصدار بيان يتطلب المطالب، وعديد من المتضامنين معهم من الجمعيات الأخرى والمنظمات لإنشاء مطالبة الأمم المتحدة لإنشاء آلية مستقلة للبحث عن المختطفين والمعتقلين. بنعرف نحن الآن
في سوريا. اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا أنشئت 2011 لم تتولى ملف المعتقلين، واللجنة الدولية التحقيق اللجنة الخاصة المستقلة بشأن سوريا اللي أنشئت 2016 لم تتولى قضية المعتقلين أيضا، رغم أنه ضمن صلاحيات ومهامهم يفترض أنه ملف المعتقلين أولا ملف فوق تفاوضي، ملف مهم جدا، ملف إنساني يعتمد على الشهود والذاكرة. طيب بالنسبة للجدول الزمني لتحقيق المطلوب، هل تم الحديث به من خلال الخطوات التي يتم العمل عليها والتوجه للمنظمات الدولية من أجل هذا الموضوع؟ هل المنظمات السورية عم تبذل كافة الجهود بالتواصل مع كل القوى الفاعلة في ملف المعتقلين، من منظمات دولية، من منظمات أممية، من أشخاص مهمين أو لهم باع بهالقصة. التسع روابط وكثير روابط جمعيات وروابط أخرى تعمل تواصل بشكل مستمر، وهلأ حاليا عم تكثف التواصل، أصدرت البيان، وكان في اجتماع قبل شهر في جنيف بشأن اللجنة السورية، يعني اللجنة المستقلة بشأن سوريا واللجنة الخاصة بشأن سوريا. لكن نحن المطلب هذا عبارة عن قضية المعتقلين لليوم كتير لف الغموض، وبيحاول النظام والدول المسيطرة على الملف السوري وقف التدخلات بهذا الملف، علما أنه هذا الملف ملف سوري 100%، ملف إنساني، ملف يعتمد على الشهود والذاكرة. الشهود والذاكرة لهم فاصل زمني معين، ليس بشكل مفتوح. يفترض نحن كلنا نوثق، والأهالي بشكل أساسي اليوم وثقوا الأهالي أرقام كبيرة جدا، تقاطع المعلومات بمعظم منظمات سورية، ستة منظمات سورية وصل رقم 155,953، يزيد ويقل كثيرا، هذا توثيق. لكن الرقم المعتقلين والمختفين والمختطفين أكبر من هيك بكثير، رقم يعني الرقم إحصائيا يقارب 300,000، وكل سوري بيعرف أنه رقم كبير ولا يمكن الوصول له. هذا نحن عم نشتغل عليه، والمنظمات عم تطالب بأرقام وعم تطالب بوقائع. الزمن يعني يغدر بنا إذا نحن ما كلنا كمنظمات وجمعيات واتحادات بمتابعة هذا الملف، ملف إنساني، ملف فوق تفاوضي، ملف عاجل العمل عليه، وإلا حيضيع بين إيدينا والزمن كفيل بتذويبه. لكن نحن مستمرين يوميا وساعيا ومع المنظمات الدولية ومع الهيئات الحقوقية المختصة بمتابعة الملف. طيب ما هي الآلية التي تتوقعون مضي فيها في تحقيق الوصول للمعتقلين والمختفين قسرا؟ هلا المنظمات المشار إليها وعدة منظمات أخرى معها متضامنة وجهت رسالتين سابقتين للأمانة العامة للأمم المتحدة، وكانت عدة سيدات حضروا جلسة مجلس أمن حكوا بهالاتجاه، والمنسق الخاص بشأن سوريا جير بيدرسون تلقى عدة طلبات لرفعها الأمانة العامة للأمم المتحدة. كله هالعمل إيجابي، كله هالعمل إيجابي، كل جهد يصب في تنوير وتصعيد إعلامي وسياسي لقضية المعتقلين مهم جدا. الآلية هي المطالبة حاليا، ما عندنا غير المطالبة، لأنه ما في قوة دولية تفرض ذلك، ما في فصل سابع، ما في فصل سادس، ما في أي شيء سوى أنه تنشأ آلية جديدة، لأنه الآليتين الأوليات اللي هن لجنة التحقيق الخاصة في شأن سوريا 2011 واللجنة المستقلة بشأن سوريا 2016 لهلأ ما أنجزوا أي شيء، وهن عاجزين عن الدخول في ملف المعتقلين. ملف المعتقلين في عدة جوانب، في عدة، لكن ليس هناك يعني وعد بالتوقيع على هذه الورقة والمضي قدما بهذه الخطوات مثلا؟ لم يكن هناك حديث عن هذا الموضوع. هناك وعد، هناك إشارات إيجابية تلقاها كثير من الأعضاء واللجنة المكلفة بمتابعة هذا الشيء بإنجاز هذا. باولو بينيرو وآخرين المهتمين بالملف وعندهم أرقام وعندهم وثائق وعندهم قواعد بيانات مهتمين ووعدوا بمتابعة هالشيء. هلأ نحن حاليا المطالبة للأمين العام للأمم المتحدة رقم واحد، المبعوث الدولي لشأن سوريا، المجلس الأمن الدولي، الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا ملف يمس مليون عائلة سورية، إن ما كنت قلت أكثر. كثير عائلات سورية فقدت أحبائها،
بالاعتقال، بالاختطاف، عند النظام وعند القسد وعند الفصائل بالشمال وعند داعش وعند قوى أخرى متعددة، كل بيعتقل السوري. السوري ما لا جدار حماية له، لا جدار حماية له للأسف، والكل خاضع للاعتقال. الرقم الأكبر هو طبعا النظام اللي يخفي، وهو مسؤول دوليا وأمميا أمام الأمم المتحدة وأمام الدول أنه إبراز هذا الملف، لكن لا يتعاون مطلقا. نعم. طيب، الورقة تقول بأنها اعتمدت على خطط واستراتيجيات تتضمن إجراء مسح وتحديد المواقع المحتمل أن يكون فيها أماكن احتجاز. طيب، في حال كانت كل البيانات والأدلة جاهزة، ماذا بعد ذلك؟ كيف يمكن استثمار هذه المعلومات؟ المعلومات قسم منها موجود، قسم منها موجود حاليا وموجود بعد يعني بين يدي اللجنة الخاصة المستقلة وبين يدي لجنة تحقيق سوريا، بين عدة لجان أخرى دوليا موجودة، شهادة حفار القبور، شهادة سيزر، شهادات معتقلين سابقين. نحن هذا اللي عم نسعى عليه، أنه الآلية فقط باتجاه الضغط، يعني نحن نعتمد على الأصدقاء، نعتمد على المنظمات الدولية، نعتمد على صداقات مع فاعلين بهالملف مثلنا مثل باقي الدول. كثير دول صار فيها لجان تحقيق مستقلة أو بشأن المختفين، بكمبوديا، بجنوب أفريقيا، برواندا، بيوغوسلافيا، صار في لجان خاصة قسم منها اهتم بالموضوع المفقودين المعتقلين. تجربة البوسنة والهرسك تجربة عظيمة جدا بجمع الدلائل، وبتوثيق وبالحصول على الدي ان ار من عائلات المعتقلين والمختفين، وثم متابعة الجثث. شفنا نحن الاحتفاء قبل عدة ايام بالبوسنة والهرسك بدفن مجموعة قبل سنوات قتلوا عبر البحث عن دي ان ار تبعهم، عبر مطابقتهم مع عائلاتهم، وهذا جهد طويل جدا. شاركنا ب 2019 شاركت بمؤتمر بجنيف مع دكتور شماع مختص سوري بهذا الموضوع. فنحن كل هالوثائق وكل هالمعطيات اللي بين ايدينا موجوده، قسم منها المنظمات اللي داعيه لهالموضوع والداعمين لها اللي هن كثير ناس سوريين بمنظمات وتنظيمات ومجموعات، بين ايديها معطيات كثيره. نحن بنخاف نفقد هالمعطيات. طيب، اذا من عم نطالب، نعم، من ترجون أن يدخل إلى سوريا للبدء بعمل الآلية، ومن تتوقعون أن يسمح بذلك؟ هلأ نحن إذا صدر القرار بشكل ما عن مجلس أمن أو عن جمعية العامة الأمم المتحدة، يفترض من الروسي وطبعا هذا عم يتلاعب فينا بكثير قضايا ما في ثقة فيه، يفترض من الروسي أنه يحترم القرارات. يعني وقع 22-54 وما نفذ قسم منه، وهذا كلام. نحن ما لنا غير شعبنا أولا، قولا واحدا، الشعب السوري هو صاحب القضية، هو المتألم، هو المريض، هو اللي عم يعاني، الشعب السوري أولا. وأصدقائنا، أصدقائنا بالعالم، أصدقائنا بالدول، نحن بأوروبا كثير صداقات بهالاتجاه. لا، الصداقات لا تكفي، أن الدول مصالح، نحن يجب أن نبحث عن مصالح وتقاطعات. هذا الملف إنساني أولا، لا تفاوضي، ممكن يصير مستقبلا ضمن أي حالة سياسية. في هذا السياق تحديدا، في حال تم التوقيع، هل سيكون هناك أي آلية ملزمة لجميع الأطراف في الكشف عن المختفين؟ هاي النقطة مهمة حضرتك عن نورت عليها، أنه آلية ملزمة. الآلية ملزمة الفصل السابع، على الأقل الفصل السادس، إذا ما في الفصل السابع نتيجة معارضة الصين وروسيا. نحن أمام كارثة إنسانية، ما لنا غير نسوق وننور ونحط إيدنا على الجرح. في عنا 155 ألف موثقين، بمعلومات من 1 إلى 13 معلومة. في جهات وثقت 132، في جهات وثقت 45. تقاطع الرقم هو 155-956. هذول موثقين، معتقلين ومختفين، في فرق بين المعتقل وبين المختفي. المعتقل فيه له مكان محدد، المختفي مختفي بدون أي مكان، بدون أي اعتراف من أي جهة. المعتقل راح لمحكمة أو وضع بسجن أو اعترف فيه النظام، بينما الباقي ماشي. نحن لن نبحث عن بس المعتقلين عند النظام، عند النظام في معتقلين، عند قسد في معتقلين، عند بقايا داعش وداعش سابقا موجود معتقلين، عند فصائل الشمال، عند حزب الله في معتقلين سوريين، عند الإيرانيين في معتقلين سوريين. يعني نحن أمام كارثة عظيمة.
السوري مهان بموضوع الاعتقال ومأساة كبيرة جدا. كل هالمجموعة الحصيلة جدا يجب على الأهالي التوثيق أولا ومتابعة إعطاء الدلائل والشهادات، والذاكرة مع الأيام تذوب والشهود يذوبون، يجب توثيق هذا الكلام اليوم. ونطالب نحن الأمم المتحدة عبر مبدئيا عبر الفصل السابع، وهذا المطلوب أنه إلزام النظام بكشف عن المقابر. المقابر كلها تم نعرفها، بنجها في مقابر، بالقطيفة في مقابر، بطار الناصرية مقابر، مطار حلب في مقابر، كل المحافظات فيها مقابر جماعية. أشكرك كثيرا مروان العش، أمين سر مجلس المعتقلين والمعتقلات، كنت معنا من ألمانيا. شكرا، يعطيكم العافية. ومن انتظار صدور القرار الأممي للبحث عن مصير المفقودين في سوريا إلى المنسيين من الفقراء والمحتاجين في مخيم زعتري، مع تراجع الدعم الدولي إلى 90% عن الوعود المقدمة.